حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا من قناة زاكروس، مثل ما عودناكم أكيد بجولة صباحية نأخذكم بها على أهم الفقرات الصباحية. وأكيد حياتنا اليومية مليئة بكثير من النشاطات. اليوم إحنا تحديداً في أحد المحال اللي تهتم بالبادي كير والأكيد العناية بالبشرة، وطبعاً أكيد إحنا مثل ما نشوف أنه اليوم موسمنا هو موسم حار ودرجات الحرارة العالية، أكيد البشرة دائماً بحاجة إلى بعض النشاطات وبعض الأكتيف من خلال بعض اللوشينات اللي تعتني بالبشرة. اليوم أكيد إحنا وياكم بهذه الفقرات نتابع وياكم مثل ما نشاهد الباكجات المختلفة اللي تعتني بالبشرة، وأهم هذه الباكجات اليوم حتشرح لنا عنها البنوتة الحلوة. شلونك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. حياتي. طبعا اكيد احنا نعرف انه اكثر البنات اليوم يعانون من بشرات جافه، واكيد نعرف انه طبعا البنيه اليوم بهذا الجو الحار تحتاج الى لوشينات، سكرابات، تنظيفات قويه، ماسكات حلوه، فالترطيب هو والتنظيف الاثنين شيئان لا يفترقان. فاريد اليوم تعرفينا على بعض الباكجات او بعض السكرابات او بعض الاشياء المنتجات اللي ممكن تعيد حيويه نشاط البشره خاصه المراه وبهيج عمر. فخلينا نشوف باكج كامل. تمام اذا تسمحين. حلو، هذا باكج كامل. باكج كامل يحتوي على كل المتطلبات خصوصا اللي عندهم حروق شمس هالفتره، يعني هو يعني يكون عباره عن 5 قطع. هذا يكون مقشر وصابون للجسم، وهذا يكون غسول للجسم، وهذا يكون حليب مرطب للجسم، وهذا يكون عطر سبلاش للجسم وللشعر. وبعد بدايه اول استعمال يكون شنو بالضبط؟ اول شيء نستخدم اول شيء المقشر او الشعوذه، يعني اختياري الشخص بطريقته. ممكن تشوفينا طريقه استعماله؟ هذا المقشر. تمام. طبعا عطوره صيفيه، فواكه وازهار. هذا نشوفون شميه. واو، يعني احس انه جميع الفواكه مجتمعه في علبه واحده، وهذا شيء لطيف. بالضبط، اناناس، كيوي، جت ريحه افوكادو، بعض الاشياء اللطيفه اللي هي اسميها احنا الفواكه الاستوائيه، صح؟ اي بالضبط. طبعا هذا ينحط وين؟ على الايد او على المكان، المنطقه اللي مراد ان تنظيفها او استعمالها. اوكي، بعدها شو يجي وراها؟ بعدها يجي غسول الجسم، هذا يكون بالشاور يعني. وبعدها برا الحمام يستعملون الحليب المرطب كل الجسم. وراها سكراب ايش قد نخليه على المنطقه مثلا؟ المقشر تقشرون بايديكم مرفوض 3 دقائق هيجي، وراها يعفوف 1 دقيقة كاملة حتى يستفاد من عدة أكثر طريقة ممكنة، وراها ينغسل. ها هي خلص، طبعا هو رغوي يعني غسول ورغوي. سكرابات مثلا اكو بعض السكرابات احنا بنستعملها نفتتها مو نغسلها، فهل اكو فارق بين التفتيت والغسل؟ يعني اكو نتيجه فارق بالنتيجه؟ هو انه منتج استعمال لازم على بشره رطبه يعني، بس هاي كلش كافي. طبعا المقشر خالي من السكر، الحبوبات اللي بتكون عباره عن مكسرات ورز مطحون وبذور نباتات امنه على البشره وما سبب جروح. بالنسبه للخسول اللي حكيتي عنه بعد السكراب، الخسول اكيد اكثرنا نعرف انه الخسول هو شويه ماده اقوى من السكراب تقريبا، فهو اللي يمكن الطبقه اللي بقت او الاثار اللي بقت من السكراب بعد التنظيف. اكيد. شنو اللي يعطي للبشره الخسول خاص؟ اليوم نشوفها حيويه، نشاط اكثر، بياض، تفتيح. همنا وتفتيح خصوصا، هذا يشتغل طبعا كلهم يشتغلون ترطيب، هذا ايضا بنسبه تفتيح وايتنينج. ايضا يعني ريلاكس للبشره، للجلد يعني تهدئه. يفيد البشرة الحساسة كذا. أنه إحنا حكينا عن السكرابات والترطيبات ومنتجات البشرة، لفت انتباهي هذه الشجرة طبعاً، شجرة الساكورا، صح؟ إيه، شجرة الكرز. شجرة الكرز بالصيني، صح؟ ياباني. الياباني. إيه. طبعاً أكيد الديكور جداً حلو، وطبعاً أكيد هذه الشجرة متعلقة بموضوع مهم جداً، وأنه باليابان يعتبر الجو البارد هو فخر لهم، يعني لان البشره الناعمه كاس بيها والتفتيح كاس بيه من الله، مثل ما يقولون مشوين بشرتهم. بشرتهم الجميله جدا. طبعا اكيد احنا حنتفرج على بعض المنتجات الاخرى اليوم. هذا مثلا هذه احد الاشياء اللي لفتت انتباهي، هذا شو تخص؟ هذا غسل الجسم نفس الزاكة، بس هذا يكون مجلس الصبار. نعم، يعني يكون طبيعي، يعني المنتجات طبيعيه اكثر. اي بالضبط، وناس الحساسة أكثر شيء، ننجل الصبار لطيف. نايس. أريد شغلات مثلا تهتم بالشعر، تكون شغلات بالشعر لو بس كلها بالجسم. عندنا هيكر موجود، تعال شوفه. يلا.
ناخذ جولة ايضا عن الهيد كير. طبعا اكيد الشعر بمرحله الصيف يتقصف ويتاثر بالاشعه الشمس، واكيد انه نحتاج الى حمام زيتي او نحتاج الى زيوت مرطبه اكثر. الشعر بالصيف يعاني من التساقط والجفاف دائما، فهما يحتاج عنايه. مبدئيا عندنا هذا الباكج يكون بجلد الصبار، يكون عباره عن اوليفيرا. اي مبدئيا هذا باول خطوه بالباكج اللي هو الماسك قبل الحمام، نحط لك كل الشعر ونترك ساعتين. وراها عندنا الشامبو والبلسم، وهذا يكون الهير برفيوم، يكون مرطب ومعطر بنفس الوقت، وواقع حراره همين سشوار او الشمس هاي سوالف. اي هذه شنو املاح ولا شنو؟ هاي منشفه مال الشعر. اي واني عبالي رمل، صار لي ساعه ضاوع عليها من بعيد عبالي رمل، لان شفت الاجواء ما شاطئ، فقلت اكيد اكو رمل هنا او املاح معين. موجوده ما قدم. اي موجود املاح القدم. صدق انا اريد اعرف شلون استخدام الاملاح للقدم اليوم، شلون طريقه استخدامها الصحيحه؟ املاح القدم تكون تاخذين ملعقه او ملعقتين، تحطيها بمي دافي، تنترك فيها رجل من ربع ساعه او نص ساعه، شيء كل البكتيريا والفطريات. وبعدين اقدر انه ازيل الجلد الميت واتعامل ويا رجلي بسلاسه اكثر. ترطيب تقشير عادي يعني. طبعا اكيد احنا بعدنا نتجول في هذا المكان، ومثل ما نشوف انه المنتجات جدا جميله، والحلو بيها انه طبيعيه اكثر، يعني هذا الشيء الحلو انه المكونات طبيعيه كلش، تكون امنه للجلد او للفر، لانه مواد صديقه للبيئه وطبيعيه، ما بها مواد كيميائيه ولا بارابين، ما بها الانيمال تيستينج همين اللي هو يكون الاختبار على الحيوانات، وهذا اكثر شيء لطيف. هذا التيست مال انيمال عجبني. أو شكرا جزيلا لك، وطبعا عشتي على هذه الجوله. اكيد مثل ما شاهدنا مشاهدينا انه اليوم جولتنا اقتصرت على اهميه هذا الموسم، وخاصه موسم الصيف اللي تعاني منه بعض النساء من بعض المشاكل الموجوده اذا كان الشعر بدي فور كير ايفريثينج، يعني هذا الشيء اكيد مهم جدا اليوم. واحنا طبعا اكيد نستقبل الصيف دائما بالباكجات الحلوه وعنايه البشره. اكيد الى هنا انتهي بالعودة إلى زماليائي في داخل الاستوديو. شكرا لكم.